بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، يتجدد بنا اللقاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. ودرسنا اليوم بعنوان جمع عددين رمز كل منهما مكون من 3 أرقام. أوجد الناتج. 7 7. فكر معايا يا بطل، عد من بعد 7 7 أرقام، يبقى 14. أحسنت. 10 زائد 6، قم بعد 6 على 10 من بعد 10، تقول 11 12 13 14 15 16. عدينا 6 يبقى 16. 8 زائد 7 هتساوي 15. أحسنت يا بطل. أوجد الناتج. 132 زائد 41. طبعا يا بطل هنا الآحاد مع الأحاد، الآحاد تحت بعض والعشرات وهكذا. نقول 2 زائد 1 هتساوي 3. 3 زائد 4 كام يا بطل؟ يلا عد من بعد 4 3 أرقام اللي هي في خانة العشرات، هتساوي 7. 1 زائد ما فيش تحتها أرقام، هتساوي 1. إذن الناتج هو 173. تعلم. في يوم من الأيام ذهبت حنان إلى المكتبة وأرادت إضافة 238 كتاب إلى كل صندوق من الصناديق الثلاثة. كم سيصبح عدد الكتب في كل صندوق؟ طبعا هنا حنان هنضيف ال 238 مرة، أيضا سنقوم بإضافة 238 ل 157، وأيضا إضافة 238 إلى 191. هيا بنا يا بطل نقوم بتلك العمليات الثلاث، نجمع 238 مع 141، وأيضا 238 مع 157، وأيضا 238 مع 191. هيا بنا يا بطل نقوم بعملية الجمع. يبقى عدد الكتب في الصندوق الأول، يبقى أنا عندي 141 زائد 238 كتابا. نقوم بتجميع العدد الأول من قطع دينيس، يبقى 1 آحاد و4 أعمدة من العشرات و1 مئات. أيضا نقوم بتجميع 8 قطع ثم 3 أعمدة من العشرات ثم 2 مئات، ونكتبهم على لوحة القيمة المكانية. نكتب الأرقام، يبقى عندي 1 في الآحاد و4 في العشرات و1 في المئات. الرقم الثاني نكتب 8 آحاد و3 عشرات و2 مئات. نقوم بجمع الآحاد ثم العشرات ثم المئات. 1 زائد 8 تساوي كام يا بطل؟ أي 9. أحسنت يا بطل. و4 زائد 3 هتساوي 7. إذا ضمينا المئات مع بعض، ال 1 مئات 2 مئات 3 مئات، يبقى الناتج هيساوي 3. يبقى عدد الكتب في الصندوق الأول هيكون 379. هيا بنا يا بطل نذهب إلى الصندوق الثاني. عدد الكتب في الصندوق الثاني، طبعا عندي 157 زائد 238، هنمثلها على اللوحة الموجودة أمامك. مثل 7 من القطع دينيز في الآحاد و5 أعمدة من العشرات و1 من المئات، ثم نكتبه على اللوحة الموجودة أمامك. نكتب 7 في الآحاد 5 في العشرات و1 في المئات. ثم نذهب إلى الرقم الثاني، نقوم بتجميع 8 قطع من دينيز ثم 3 أعمدة من العشرات و2 من المئات، ونكتبه على اللوحة الموجودة أمامنا. 8 آحاد 3 عشرات و2 مئات. ثم نقوم بضم الوحدات وضم المئات. لو ضمنا الوحدات مع بعض، عندي 7 قطع و8 قطع، هيعطيني كام يا بطل؟ 15 آحاد. نقوم بإعادة تسميتها إلى 5 آحاد و1 عشرات، ثم نجمع العشرات مع بعض. عندي 1 عشرات زائد 5 عشرات 6 عشرات زائد 3 عشرات هتساوي 9. وعندي 1 مئات زائد 2 مئات
لو ضمناهم على بعض دول مع بعض يبقوا 3، هيبقوا 3 مئات. إذن 157 زائد 238 بتساوي 395 كتابا. الصندوق الثالث نقوم بتجميع 191 زائد 238، نقوم بتجميع القطع كما تلاحظ عايز الطالب. جمعنا 1 أحاد و9 عشرات و1 مئات، نكتبهم 1 أحاد 9 عشرات و1 مئات. الرقم الثاني 8 قطع من الدينيز، أعمدة من العشرات و2 مئات. نقوم بضم الوحدات مع بعض ثم العشرات ثم المئات. نجمع بقى بطل أو نضمهم مع بعض، 1 زائد 8 9. نقوم بضم العشرات، هنا تحتاج إلى إعادة تسمية. نكتب 2 9 زائد 3 هتساوي 12، يبقى نعود تسميتها إلى 2 عشرات و1 مئات. نجمع بقى المئات مع بعض، 1 زائد 1 1 مئات زائد 1 مئات 2 مئات و2 مئات، يبقى يساوي 4 مئات. إذن 429 كتابا. اجمع باستخدام الوحدات والعشرات والمئات. يلا يا بطل، عندي 7 أحاد 5 عشرات و1 مئات، و6 أحاد الخانة التانية 3 2 عشرات 4 مئات. ونقول 7 زائد 6 هتساوي، فكر معي، 13. نعيد تسمية 13 إلى 3 أحاد و1 عشرات، يبقى 1 زائد 5 1 عشرات زائد 5 عشرات 6 عشرات زائد 2 عشرات، الناتج 8 عشرات. أيضا 1 زائد 4 لو 1 مئات، و4 مئات يساوي 5 مئات. مثال آخر، عند الرقم 785 زائد 105، نقوم بتجميع الأحاد مع الأحاد ثم العشرات ثم المئات. عندي 5 زائد 5 تبقى 10، نقوم بإعادة تسمية 0 أحاد و1 عشرات، ونجمع العشرات، 1 عشرات مع 8 عشرات يساوي 9 عشرات زائد 0، يبقى 9 عشرات، و7 زائد 1 هتساوي اللي هي مئات، هتساوي 8 مئات، يبقى الناتج عندي 890. أوجد ناتج 308 زائد 68، نقوم بتجميع الأحاد مع الأحاد والمئات مع المئات. ونقول 8 زائد 8 كام يا بطل؟ فكر معي، زيد على 8 8، زيد، عد من بعد 8 8 أرقام هتساوي 16. نعيد تسميتها التسمية مرة أخرى، تصبح عندي 6 أحاد و1 عشرات، نضيف ال 1 عشرات على خانة العشرات، تصبح عندي 1 زائد 0 1، يبقى 1 زائد 6 طبعا دي سهلة يا بطل، 7، و3 وتحتها مفيش أرقام هتساوي 3. إذا الناتج 376. أوجد ناتج 572 زائد 342، نقوم بتجميع الأحاد العشرات ثم المئات. بنقول 2 زائد 2 هتساوي كام يا بطل؟ فكر معي، 4، أحسنت. أيضا 7 زائد 4، برافو عليك، 11. نعيد تسميتها إلى 1 عشرات و1 مئات، نضيف 1 مئات على خانة المئات، تصبح عندي 1 مئات زائد 5 مئات 6 مئات زائد 3 هتساوي 9، يبقى الناتج عندي كام يا بطل؟ 914. إلى هنا أحبائي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.